بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مرحبا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج بناء الأسرة والمجتمع في أولى حلقاته. هذه الحلقة التي سنحاول أن نناقش فيها ونتعرف على كيف تطورت الأسرة والزواج على مر التاريخ البشري. فصراحة هناك مجموعة من المفكرين ومنهم كذلك المثقفين والفلاسفة والأنثروبولوجيين وحتى علماء النفس الاجتماعيين حاولوا أن يقسموا وأن يعطونا بدايات، بمعنى النواة الأولى التي ظهرت فيها الأسرة وظهر فيها كذلك المجتمع. فنبدأ بتطور الأسرة. كيف تطورت الأسرة؟ بعد البحث العميق في مجموعة من المصادر وجدت أن تطور الأسرة عبر المجتمع هناك نظرتين أو اتجاهين عامين. الاتجاه الأول هو الاتجاه الديني، الاتجاه الثاني هو الاتجاه الطبيعي. دعونا نبدأ بالاتجاه الديني. ماذا يقول في تطور الأسرة؟ يذهب أهل الديانات السماوية، وهي الديانة الإسلامية المسيحية ثم اليهودية، أصحاب هذه الديانات يروا أن أول أسرة ظهرت على مر التاريخ البشري هي أسرة آدم وحواء التي وجدت في الجنة. فكما هو معروف لدى العامة أن آدم وحواء كانا يسكنان الجنة، فأغواهما الشيطان الرجيم فأخرجهما ربهما مما كانا فيه. فكان أن نزل، حسب الروايات بطبيعة الحال، فكان أن نزل آدم في الهند، في مكان في الهند، ونزلت كذلك حواء في مكان في الحجاز، بمعنى أنهما متباعدان. فما لبث آدم وحواء بالبحث عن بعضهما البعض حتى التقيا في جبل، وسمي هذا الجبل بجبل عرفات. إذن أصحاب هذه النظرة أو هذا الاتجاه يقولون أن أول أسرة ظهرت في التاريخ هي أسرة آدم وحواء، ومن بعدها تطور النسل، حدث الزواج وتطور النسل وهكذا إلى أن وجدنا نحن. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الطبيعي، وهذا الاتجاه الطبيعي يمكن تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول يقول بأن ظهور الأسرة في البدايات الأولى للمجتمع كان بسبب دافعين أساسيين. الدافع الأول هو الحاجة الاقتصادية، بمعنى أن المرأة كانت بحاجة إلى من يعينها، إلى من يساعدها، إلى من يهتم لأمرها. فبطبيعة الحال، لأن هناك في البدايات الأولى من المفكرين من يقول بأن البدايات الأولى لظهور المجتمع كانت مجتمعات أميسية، ذات نمط إنتاج أميسي، بمعنى تحكمها الأم الكبيرة. وهذا صراحة يظهر في مجموعة من الأساطير والروايات فيما يتعلق بمثلا بلاد اليونان القديمة، الحضارة الأشورية، الحضارة البابلية، حتى الحضارة المصرية القديمة تشهد على هذه النظرة التي قلت بأن المجتمعات أميسية في البداية. وبالتالي تطور الوضع البيولوجي للمرأة، الوضع البيولوجي بعد أن التقت مع الرجل ووقع الحمل، بمعنى أنها لم تستطع
الاستمرار في النمط التي كانت تعيش عليه، بمعنى أنها تخرج إلى الصيد وتمارس مهنة الفلاحة الزراعة إلى غير ذلك من الأمور. فكان وجوبا عليها أن تجلس بالكوخ. وبالتالي يقول هذا المفكرين أو هذا النوع من المفكرين أن الرجل استغل فرصة أن المرأة بوضعها الطبيعي حامل ولا تقوى على الحركة، فاحتل بذلك مرتبتها ومكانها، فكان هو في الخارج وكانت هي في البيت، ومع هذا تطور إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. من داخل هذا القسم الأول من القسم الطبيعي كما قلت، هناك من المفكرين من يذهب إلى أن البدايات الأولى لتطور الأسرة كانت بدافع الحاجة الغريزية، بمعنى الحاجة الغريزية إلى الجنس هي التي دفعت الرجل والمرأة إلى ربط علاقات بينهما، وبالتالي تكونت الأسرة. من داخل الاتجاه الطبيعي كذلك، هناك القسم آخر يقول من المفكرين وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع، يقول أن تطور الأسرة كان في بدايته عبارة عن مشاعر بدائية، وهذه النظرة الطبيعية. بطبيعة الحال أتحدث هنا عن داروين، نظرية التطور والارتقاء عند داروين ومن لفه بمعنى، والمجاورين له الذين يعتقدون بهذه النظرية. فيقولون أن البدايات الأولى لتطور الأسرة كانت عبارة عن مشاعر بدائية، بمعنى أن المرأة الواحدة تمارس الجنس مع عدد كبير من الرجال، وكذلك الرجل يمكنه أن يمارس الجنس مع عدد كثير من النساء بغير قاعدة أو بغير وثاق أو بغير كذلك اتفاق مسبق. فكانت هذه هي المشاعر البدائية، وكانت هذه هي النظرة التي يعتقد بها أهل الاتجاه الطبيعي.